طبعا دلوقتي هنروح مع حضراتكم لهال عشان نعرف الجديد في عالم الرياضه. اتفضلي هال. شكرا شاذلي، اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. بنبدا نشرتنا الرياضيه مع اخبار المنتخب الاولمبي بقياده البرازيلي روجيريو ميكالي، واللي خاض مرانو الاساسي امبارح استعدادا لمواجهه المغرب في نهائي بطوله الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه المقامه الليله الساعه 11 بتوقيت القاهره. إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز ونجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم أعرب عن سعادته بوصفه خليفة الدولي الشهير محمد صلاح، وقال: صلاح فخر لنا جميعا ويسعدني أن أكون خلفته لأننا نتعلم منه الكثير، وهو لاعب أسطوري، وأنا وزملائي في المنتخب الأولمبي سنقاتل من أجل إحراز كأس أفريقيا وإسعاد الجمهور المصري العظيم. أيمن الوافي لاعب المنتخب الأولمبي المغربي أكد أنهم قاموا بدراسة نقاط ضعف المنتخب المصري، وده قبل المواجهة المرتقبة اللي هتجمعهم في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الليلة، وقال كمان: كل اللاعبين سيكونون في أتم الجاهزية لإسعاد الجماهير. عصام الشرعي المدير الفني للمنتخب الأولمبي المغربي أكد أن مواجهة منتخب مصر في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة هتكون للتاريخ. هدفنا كان التأهل إلى أولمبياد باريس، وهذا ما حققناه بالفعل. منتخب مالي الأولمبي تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على غينيا بركلات الجزاء الترجيحية 4-3، وده بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة. بالفوز ده احتل منتخب مالي المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهل لأولمبياد باريس 2024. مروان عطية نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حصل على لقب لاعب الجولة الـ18 للدوري الممتاز بعد أداء اللاعب المتميز في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي. مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى حقق الميدالية الذهبية لمنافسات رمي المطرقة بألعاب القوى بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر. منتخب مصر للروجي تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 للبوتشا بعد تحقيق الفوز على المنتخب التونسي، ودي للمرة الأولى في تاريخ مصر اللي بيتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا للأولمبياد. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن عن تمديد عقد مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا بعقد طويل الأمد، وقع عقد مع أرسنال يمتد لغاية سنة 2027. نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن التعاقد مع المدافع من أوروغواي مانويل أوغاتي قادما من صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد لغاية سنة 2028. خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع باسنت وشازلي. اتفضلوا. شكرا لك يا هلا.